فرجيكم وين صرت. هون مبدئيا رتبت البيجامات مع بعض، والكنزات الكم لسه ما خلصتهم، وهدول التوبات. ونشوفي كمان هدول كنزات الكم اللي بيجوا شوي سمعك. هلا شو حاعمل؟ حرتب، لانه قمت شوي كمان بيجامات البيت حطيتها لحال. هلا حرتب بيجامات البيت وبلش طلع هدول اللي تحت، حبلش صفت من هلا كرمال هيك ما احس حالي عم انعجق. انه شغله شغله، شايفين كيف حطيت الكنزات الخفاف من ورا؟ بما انه هي الدرفة قريب عليه عادي حتى لو كان لورا، فانا بطول وهدلول هيك من قدام. عم رتب هلا بيجامات البيت، حفرجيكم انا كيف برتب البيجامات. يعني هيك اسهل علي، وبنفس الوقت انه خلص بعرف كل بيجامة انه بقلبها بيكون، يعني كل كنزة تكون بقلب بنطلون. تمام، ترجع اكتر لورا، يعني هيك هيك كل كنزة بقلب بنطلون. شايفين هيك برتب بيجاماتي بهي الطريقة. نرجع نفس الشيء، نجيب بنطلون البيجامة نصفته على بعض، نفرده. هذا بنطلون البيجامة كتير عريض من تحت، هاي بيجامة اليوم. النوم، مو بيجامة اليوم، هذا اللي بتحكي هي بيجامة النوم. نفس الشيء الكنزة تبعيتها مطوية، بحطها بقلبها. وهيك هلا بيجامات النوم بخليهم لحالهم، مو مع بيجامات البيت. بالعادة يعني انه بيجامات النوم بيجامات البيت ما بتفرق، بس انه خلص بعرف انا هي للنوم وهي عادي ما عندي مشكلة البسها بالبيت وبنفس الوقت اني نام فيها. خلصنا يلي هون، فبقى عندي يلي تحت بدي قيمهم، فطويت هدول. هدول كمان ما كانوا المفروض تحت، بس خليني نطلع هدول ويلي حاطتهم هنيك. هدول للتعليق، ما بعرف ليش ما كانوا هنيك. من أفرولين فستان، يلا هذا الأفرول البيج كتير كتير حلو على اللبس، بس ولا مرة لبسته. وشوفوا كيف اتجعلك، كيف اجى لهون أنا ما بعرف. هو المفروض يتعلق، والفستان هذا كمان المفروض يتعلق. مبدئيا لوين وصلت؟ هدول ما راح احطهم لأنه حسيت صاروا شوي شوب على الجو، وهون الجينزات وهدليكنا حيتعلقوا. فهون صار هيك الواحد عن جد غير. شايفين واحد لما يفتح خزانته هيك خزانته مرتبة. عم فكر حتى بيجامات البيت مع بيجامات الطلعة تحت، وبس اطوي الجينزات، خلي الجينزات مع الكنزات. فما بعرف، خلوني بس رتب واطويهم، واخر شي بشوف كيف ممكن صفتهم. المهم يكون كل شي مرتب بقلب الخزانة. اوكي وين وصلنا؟ هدول اخر شي بعملهم. هلا بدي اشوف الجينزات. اوكي هذا شورت، رح خلي الجينزات لحال، والبناطرين اللي بيجوا قماش مثل هيك كمان لحال. والجلد عم فكر بصراحة علقه، يعني الجلد يكون تعليق كرمال ما يتجعلك اكتر ما هو يتجعلك. فهدول جلد حخليهم كمان تعليق، وهدول بطويهم. القماش لحال والجينز لحال. فرجيكم هذا الجينز قديش موديله حلو، بيجي خصر عالي هيك، ومن على الجناب بيجوا هدول السناسل بهذا الشكل، كتير موديله حلو. يمكن هذا لبسته مرة واحدة انا. هذا الجينز ما رح اطويه، حعلقه كمان مع الجلد، او لا ممكن اطويه عادي. هدول بدخلهم من جوا فعادي ما رح يأثر عليه. أخيرا هلا هيك صارت
على الأقل بشكل مرتب. يعني إذا بدي بيجامة بعرف وين حاططها، إذا بدي جينز بعرف وين مكانه. قبل لا، لازم انكت الخزانة كلها لطلع الجينز اللي بدي اياه إذا لقيته وبرجع على الخزانة. بس هلأ اللي بيقرب على خزانتي بتعرف شو رح أعمل؟ ما رح أعمل أي شيء، وضل عندي شارككم البوكس يلي وصلني اليوم. متحمسة لأفتحه بس لسه على هلا ما فضيت للبوكس. بدي أعلق هدلولة وكمان بدي ضب هدلولة، لأنه أصلا في بيجامتين من هدلولة أو ثلاثة يمكن لبستهم كذا لبسة وكتير حلوين على اللبس. بس فعلا هلا صرت أحس إنه أنا ما صايرة عم بطلع المسا زيادة، يعني إذا بدي أطلع أطلع بالنهار، وبالنهار الجو حلو صراحة، بده لبس صيفي مو شتوي. بدي اجيب هذا الكبسي حطه هون، بالمال اطلع اجيب شنطتي الزهرية هاي لانه كبيرة. اول شي بدي انزل هذا وبعدين انزل الشنطة. يعني نحن من القصار هيك منعاني عادي. قلت مبدئيا ملابسي الشتوية خلص ما خرج اني البسها هلا هي الشنطة، بما انه كمان ما عندي هلا اي سفرة، وحتى لسه عندي كمان ملابس شتوية هون بهي الخزانة، وكمان عندي شنطة تانية حاططهم بقلب. هلا خلص هيك ترتب كل شي عندي وكل شي بعرف وين. هلا برجع الشنطة. ما خلصت هيك حسيت براحة نفسية، فعم استنى عمار هلا يجي ياخذني. حسيت اتأخر مع انه بيت عصام ونور.